الحكومة على نار حامية، الطاقة دارت نحو الطشناق والصراع على الأشغال واسم الداخلية. الإبراهيمي لا يرى حلاً للهيئة الانتقالية في سوريا خلال أسبوع. من سوريا، وتاب مقاتلو الحر توبة نصوحاً على يد محافظي حمص. ونتمنى من اللي ما بادر يطلع يطلع. نعيم عباس قيد التحقيق، سبحة التوقيفات كرت، فمن التالي؟ بتحب عن جد؟ نزال عحار تحريك وجيب لها وردة. والحب مغامرة كمان. صباح الخير من قناة الجديد. من قلب التفجيرات ستولد حكومات، الجيش فكك صواعق أمنية، والتقارب بين عون والحريري تولى تفكيك الصواعق السياسية، وأصبحت التشكيلة على أبواب قصر بعبدة في انتظار أن تعلن المراسم قريبا وقبل نهاية الأسبوع. الأرمن رزقوا من حيث لا يحتسبون، فإلى طشناق سوف تسند حقيبة الطاقة لتبقى في خيمة تكتل التغيير والإصلاح، ويختبرها الأرمن للمرة الثانية بعد سابقة وزير النفط شاهيب أرسوميان الذي سبق أن سجن في ملف الرواسب النفطية عام 99 مدة 9 أشهر. صيغة التوافق الأخير جاءت ثمار تفاوض مباشر بين عون والحريري، ثم تنفيذيا بين نادر الحريري وجبران باسيل، وثالثهما حزب الله الذي كان مستعدا للانسحاب من أي تشكيلة حكومية إذا جاءت غير مطابقة لمواصفات حليفه ميشيل عون. أما إسناد التفاوض المباشر إلى نادر وباسيل فمرده إلى ليونة مستشار الحريري وقدرته على بلوغ الأهداف بأقل عراقيل ممكنة كانت تطبع المفاوضات التي يقودها الرئيس فؤاد السنيورة. وضع الاتفاق على نار إعلان المراسيم بعد 11 شهرا من معاناة التأليف، إلا إذا ظهرت في الساعات الأخيرة مطبات جديدة تعيد هذا التقدم إلى الوراء، وعندئذ تصح اللعنة رسميا على كل مجموعات مسؤولة لم تدرك مستوى الخطر الذي تمر به البلاد ولا حجم الإرهاب الذي أصبح فوق رؤوس الجميع. تكفي سنة إلا شهرا واحدا من المماحكات والمطالب والمداورة في وضع العراقيل، فلبنان لا يستحق من مسؤوليه هذه اللامبالاة ولا عدم القدرة على التقاط لحظة الخطر والموت المجاني. كونوا على مستوى المرحلة أو تقاعد من الخدمة وبلا تعويض، وللبنان جيش يحميه ويملأ فراغا ملء عين الزمن. فما بدأته المؤسسة العسكرية من توقيفات في الخزان الإرهابي ترك أمانا لدى الناس، وهو يتنقل من اعتراف إلى اعتراف، والموقوف يشي بخلاياه. نعيم عباس لن يكون نهاية حلقة الدم، فالعين لا تزال على عين الحلوة بوابة الجهاديين. ولا يكون المقصود هنا سكان المخيم من الفلسطينيين وناسه المغلوب على أمرهم وأمنهم والذين يعانون الإرهاب مثل بقية اللبنانيين بعدما أصبحوا من النسيج الاجتماعي لهذا البلد. إذن في آخر المعلومات أن الطبخة الحكومية باتت جاهزة، المعلومات المتداولة في شأن الحكومة في تقرير لباسل العريضي. وتفجرت طاقة إيجابية من عند حليف الجنرال لتنتهي عقدة وزارة الطاقة وتعلن قرب انطلاق قطار التأليف بعد إسناد هذه الحقيبة لحزب الطشناق. التسوية السحرية هذه جاءت بعد اتصالات بين العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري، إضافة إلى لقاءات بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري. لكن هذا لم يشكل عنصرا كافيا لإعلان الحكومة، إذ طرأت تعقيدات تمثلت بحسب مصادر مواكبة للتأليف بوزارة الأشغال التي أرادها عون من حصته، ما رفضه الرئيس نبيه بري. أما العقدة الثانية فهي في حال إسناد الخارجية إلى الوزير باسيل، فمن شأن هذا أن يعيد خلط الحقائب مذهبيا وسيعقدها لسيما في الوزارات السيادية. وقد أشارت معلومات على صلة بالتأليف أن المخرج قد يكون بوزارة التربية على أن تكون من نصيب باسيل.
أما فيما يتعلق بقوى الرابع عشر من أذار فإن حزب الكتائب سينال ثلاثة وزراء، وكانت معلومات قد تناقلت أن هناك إشكالية عند تيار المستقبل بشأن وزارة الداخلية، ما إذا كان سيتولاها شخصية سنية طرابلسية أم بقعية، إذ أن الكفة تتأرجح بين الوزير سمير الجسر والنائب جمال الجراح. مقاتلون سابقون في الجيش السوري الحر يخرجون من حمص القديمة ويعلنون توبتهم. مع تمديد السلطات السورية فترة إجلاء المواطنين السوريين المحاصرين في حمص القديمة ثلاثة أيام أخرى، برزت حالات جديدة تعدت قرار السلطات إخراج من هم ما دون 15 وفوق 55 من العمر، إذا ظهر أن عشرات من مقاتلي الجيش السوري الحر كانوا في عداد من جرى إجلاؤهم، ولكن هؤلاء الشبان سيقوا إلى التحقيق وخرجوا منه سالمين غانمين بمجرد التوقيع على عدم التعاون أو التعامل مجددا مع الجيش السوري الحر. إذن باتت القضية تقتصر على توقيع بعدم حمل السلاح في وجه النظام بعد محاضرة في الوطنية من محافظ حمص ليخرج المقاتل إلى عائلته ويدخل في كنف النظام مجددا. ولأن النصيحة بجمل، انطلقت ألسنة هؤلاء المقاتلين السابقين بالدعاء للنظام ودعوة زملائهم السابقين في الحر إلى التوبة. أنا بدي أوجه رسالة لأخواتنا وأهلنا اللي بالداخل، نحنا بدنا نقول لهم حاجة كفى، يعني خدنا حرب عباسية ضد بعضنا وضد أهلنا، وبالنهاية الطريق مسدود ما رح يؤدي لأي نتيجة والجميع خاسرين. والله خطوة كتير كويسة وفعالة، ونتمنى من اللي ما بادر يطلع يطلع. نضل ما يقارب شي 50 شاب ما مستجرين خايفين من الجيش. انت شو بتوجه رسالة لهدول 50 اللي ضلوا؟ من بيناتهم ولادي، بقول لهم طلعوا، وحكيت معهم انا امبارح والصبح حكيت معهم، قلت له طلعوا باحسن معاملة واحسن استقبال. الحمد لله، شو كنا عايشين ما عايشين، الحمد لله رب العالمين، ناكل زيتون وحشيش من الارض الحمد لله، وهلا طلعنا وبنقول العالم كلها تطلع والامور كلها بخير الحمد لله رب العالمين. والله فرحتنا ما بنعطيها لحد، فرحانين في هلا لنا سنتين ما شفنا. يذكر أن النظام السوري تمكن من السيطرة على معظم أحياء محافظة حمص، ولا تزال حمص القديمة تغرد خارج السرب. السلفي الأردني أبو قتادة يؤيد تفجيرات القاعدة في لبنان لأنها للدفاع عن النفس من حزب الله. أعرب الإسلامي المتشدد عمر محمود عثمان الملقب بأبو قتادة عن تأييده للتفجيرات الانتحارية التي وقعت في بيروت أخيرا، واضعا إياها في خانة الدفاع عن النفس للضغط على حزب الله ليكف عن القتال في سوريا. أبو قتادة وفي جلسة محاكمته الخامسة بتهم تتعلق بالإرهاب في العاصمة الأردنية عمان قال للصحفيين: أؤيد تفجيرات بيروت. وأضاف إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هو من أرسل مقاتلين إلى سوريا، وهو من يتحمل مسؤولية من قتلوا في لبنان، وإذا أراد لبنان أن يحمي نفسه فليطلب من الحزب أن يخرج جنوده من سوريا. وشهد لبنان منذ تموز الماضي 10 تفجيرات نفذ 7 انتحاريين 6 منها، وتبنت معظم تلك التفجيرات مجموعات جهادية هي جبهة النصرة في لبنان وكتائب عبد الله عزام والدولة الإسلامية في العراق والشام، معلنة أنها رد على قتال حزب الله اللبناني إلى جانب قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد. قررت المحكمة تأجيل النظر في قضية أبو قتادة إلى 27 من شباط الحالي، وهو يمتنع 100 سجين سلفي منذ نحو 10 أيام عن تناول وجبات الطعام التي يقدمها السجن لهم تنديدا بظروف اعتقالهم. أبو قتادة من مواليد عام 60 في بيت لحم، وصل عام 93 إلى بريطانيا لطلب اللجوء إلى أن رحل منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق هدفه تأكيد عدم استخدام أي أدلة يجري الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة. نعيم عباس لم يحقق حلمه في استقدام دولة الإسلام إلى لبنان، وبقية الحالمين فارون من وجه العدالة. ماجد الماجد، يوسف السامي، أبو مصعب السوري، عابد المصري، توفيق طه، محمد الشعبي، هيثم الشعبي، أسامة الشهابي، خالد العبيد، نعيم عباس، كل هذه الأسماء لقياديين وكوادر في القاعدة وكتائب عبد الله عزام وتنظيم فتح الإسلام، وهم من الأرقام الصعبة المطلوبة.
قبض على اثنين منهم يعدان صيدا ثمينا، وهما أمير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد الذي توفي بسبب مرض مزمن في أثناء اعتقاله، ونعيم عباس الرقم الصعب واللامع والمتخفي الذي فاجأ كثرا باعترافاته السريعة، وثمانية أسماء ما زال البحث جاريا عن أصحابها وإن لم يكن بعضها تحت المراقبة. السبحة تكر، فتداول هذه المجموعة المؤلفة من 10 أشخاص نشط أخيرا خصوصا إثر الأحداث في سوريا، وقد اتخذت من مخيم عين الحلوة محطة أساسية لها، حيث اجتمعت مرارا بغية تأليف غرفة عمليات في مخيم عين الحلوة لتكون نقطة التواصل بين الخلايا الناشطة في لبنان للقيام بالعمليات الانتحارية والتفجيرات بالتنسيق مع المجموعات الأصولية في سوريا. ومن ضمن مشروعهم السيطرة على المخيم، حيث كان التنسيق الأساسي بين ماجد الماجد واليمني يوسف السامي الذي ما زال حراً طليقاً. أما نعيم عباس أو أبو إسماعيل الذي وإن حير عارفيه والأجهزة الأمنية لم يكلف المحققين سوى ساعات ليعترف بعمليات إرهابية ضخمة نفذها وأخرى كانت ستنفذ. وبحسب مصادر خاصة للجديد فإن الأجهزة الأمنية استخدمت الأسلوب نفسه الذي استعملته مع عمر الأطرش، واجهته بالأدلة والبراهين من تسجيلات وصور، فاعترف أبو إسماعيل بحجم الإثباتات من دون زيادة أو نقصان. وما يضاف على إدلاءاته المهمة اعترافه على 3 أشخاص من بينهم الانتحاري المكلف تنفيذ التفجير في الضاحية الجنوبية. نعيم الموصوف بالعقل المخطط للإرهاب والمنفذ الشرس الذي كان يخطط مع المجموعة 10 من أجل التمهيد للدولة الإسلامية في لبنان، كان تحت الرصد والمتابعة من جهاز الاستخبارات اللبنانية وبالتنسيق مع أجهزة استخبارات غربية، أحكم القبض عليه في يوم مشرق بعدما خرج من وكره. لم يثبت بعد ضلوعه بأي من الاغتيالات التي اعترف السجم عليه عام 2009، سواء في اغتيال اللواء الشهيد فرانسوا الحاج والنائب وليد عيدو، وما زالت التحقيقات جارية في هذا الموضوع. وفيما تحدثت معلومات عن نية هذه المجموعة التي كان ينسق معها عباس بضرب مراكز أمنية وعسكرية، إضافة إلى مراقبة مكاتب ومنازل الأمنيين الكبار وبعض من النواب، وفي ظل اعترافاته بعد إلقاء القبض عليه، فرضت مخابرات الجيش وقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية مشددة حول مراكزه العسكرية وثكناته في صيدا، كما أقفل الشارع المحاذي لثكنة محمد زغيب نهائياً. بعد الفاصل، زراعة لبنان حاصرها الجفاف وبدائله. أهلا من جديد. لقاءات سياسية أمنية عسكرية محلية في هذا التقرير. شدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان على ضرورة استمرار الجهود الأمنية والإجراءات القضائية في قضية الشبكات والخلايا الإرهابية، مجددا تنويها بما قامت به مديرية الاستخبارات والارتياح الذي تركه ذلك لدى المواطنين، آملا أن يعي القادة السياسيون خطر المرحلة وما يخطط للبنان، فيسارع إلى التعاون في سبيل تأليف حكومة جديدة تكون المرجعية التنفيذية والمظلة السياسية للبنان واللبنانيين. كلام سليمان جاء في خلال ترأسه في القصر الجمهوري في بعبدة اجتماعاً أمنياً قضائياً حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية ومسؤولون قضائيون. وجرى في الاجتماع عرض لما قام به الجيش والأجهزة الأمنية على صعيد اكتشاف الشبكات الإرهابية والخلايا التي تعد لتفجير السيارات وأعمال انتحارية والخطوط القضائية المترافقة معها في ضوء الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون والمعلومات التي أفصحوا عنها. زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر في دار المطرانية في الأشرفية لتهنئته بعيد مارمارون. هل تتوقع ولادة الحكومة بينحكى خلال الساعات المقبلة القليلة؟ يعني الظاهر حتى الآن أنه في أمور إيجابية وجيدة وممكن تبصر النور قريبا.
بعنوان المقاومة وتحديات المرحلة المقبلة، عقد لقاء سياسي حواري خاص بالأساتذة الجامعيين مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش في ثانوية البتول. المقاومة هي ضمانة حماية لبنان وحماية ثرواته ووقايته من مخاطر الحلول التصفوية. أقام مكتب الشباب والرياضة في حركة أمل في إقليم الجنوب احتفالاً في معهد تول المهني لمناسبة ذكرى انتفاضة 6 شباط 84 برعاية عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب علي بزي، الذي وجه تحية إلى الجيش اللبناني على الإنجاز الأمني الذي حققه. نختلف على حقيبة من هنا وعلى حقيبة من هناك، والبلد مليء بالحقائب المتفجرة المتنقلة من مكان إلى مكان. التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي، وبحث معه في الأوضاع الراهنة، وبحث كذلك في الوضع العام وفي شؤون تربوية مع وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. والتقى بري أيضا السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر زاسبيكين، والتقى أيضا الأمين العام للدوائر البطريركية الأباتي أنطوان خليفة، الذي سلمه المذكرة الوطنية التي أصدرها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزي قائد القوات الخاصة في القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل ناغاتا على رأس وفد مرافق في حضور السفير الأمريكي ديفيد هيل، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. من جهة أخرى، تسلم اللواء اللوجستي في الجيش عبر مرفأ بيروت 136 آلية مدولبة من نوع هامفي، وتأتي هذه الدفعة الجديدة من الآليات العسكرية ضمن إطار برنامج المساعدات المقررة للجيش اللبناني والالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. عقد المهندس ربيع الرابعة مؤتمرا صحفيا شرح فيه ما وصلت إليه التحقيقات في قضية شقيقه طارق الرابعة، مطالبا المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل طارق فورا ومن دون تأخير، لأنه بريء من التهمة المنسوبة إليه بعشرات الأدلة الرسمية والقانونية. إذا اشتبهت الأجهزة الأمنية بطارق بناء على خبريات واهمة، فأن هذه الشبهة تسقط بعد أن تبين بالدليل والمستندات أن هذه الشبهة لا أساس لها، وبناء عليه يخلى سبيل طارق ولا يستمر بتوقيفه منذ 3 سنوات و7 أشهر. وعرض الرابعة أدلة على الرأي العام اللبناني بهدف إسقاط الاتهام الذي بني على تعريف مغلوط فيه لرقم فرنسي دولي ثبت أنه لشركة تاكسي، وهذا الرقم ما زال في الخدمة اليوم. فيصل كرامي للبنانيين، شو خلصت الهستيريا؟ نشر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فيصل كرامي على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك صورة له وهو يطل من خلف الباب، وسأل شو خلصت الهستيريا، وتأتي هذه الصورة ردا على الهستيريا التي أصابت اللبنانيين بعد نشر صورة المتزلجة اللبنانية جاكي شمعون التي تمثل لبنان في أولمبياد سوتشي. ونشر كرامي أيضا ردا أتى على لسان السيد جابرييل شمعون والد جاكي، الذي أكد امتنانه العميق للطريقة التي قاربت فيها الوزارة القضية التي أثيرت حول ابنته أخيرا. وأضاف كرامي: أوضحت له أننا ابتعدنا منذ اللحظة الأولى عن الضوضاء الإعلامية، وتصرفنا في الوزارة كعائلة رياضية كبيرة حرصا منا على سمعتها الشخصية وعلى أن تكمل مشاركتها في الأولمبياد بعيدا من التأثيرات النفسية السلبية، متمنين لجاكي وزملائها في مشاركاتهم الأولمبية أحراز إنجازات للبنان. إذا بتحب عن جد نزال جبلة وردة من الضاحية، تقرير يلقي الضوء عن عيد العشاق في الضاحية للزميل رامز القاضي. وتبقى إرادة الحياة أقوى من الموت، ويبقى الحب حتى ولو كان في زمن الانفجارات هو الحل، ولأن الحب باب الله لا الانتحار والموت العبثي، روح جبلة وردة وموت بحب بس. المكان الضاحية الجنوبية لبيروت، الزمان عيد العشاق، والتحدي بتحب عن جد نزال على حارة حريك وجبلة وردي. الحملة اسمها بتحب عن جد نزال على الضاحية على حارة حريك على السفير عفلة ورطان وتاخد لوردي، برهن لقديه بتحبها. نحن حاطين على الشعار إذا
بقول له هو مستعد موت كرمالك، بما معناه انه هو كل هالحواجز اللي حطينا لا توصل على الضاحية عم بقطعهم، وشو ما صار بالضاحية هو رح يجي ياخذ له هيدي الوردة ومنه خايفين. سناء فواز احدى المشاركات في هذه الحملة التي اطلقتها فلاور تاون في الضاحية الجنوبية لبيروت، اصرارا منها على اشاعة اجواء الحب، متحدين كل التهديدات والأخطار التي ترزح تحتها الضاحية هذه الأيام. تشرح سناء كيف للحبيب أن يتأكد أن حبيبه تحدى التهديدات وجاء بالوردة من الضاحية. ثبت أنه هو إجا لهون على فلاور تاون وأخذ له وردة، بس تياخد وردة من عنا في ستيكر منحطه على الوردة مكتوب عليه مستعد موت كرمالك واسم المحل وعنوان المحل، وبس هو هون بده يعمل تشيك ان على صفحه الفيسبوك ليفرجي انه هو اجى لهون، ساعتها كل اصحابه رح يشوفوه انه فات اشترى من هون. العاشقون والعاشقات توافدوا من مختلف انحاء بيروت طالبين الورد ولو في زمن الانفجارات. حياه حلوه ولازم تستمر بالرغم من كل الضغوطات يعني. هلا الاعمار بيد الله، بنعمل لغاينا نحن، وبتمنى يعني لهالشعب كله يحب بعضه ويضل البلد موحد ونضل مبسوطين. هي الورد الحمراء بمثل معنوية انك انت عم تتحدى يعني بال... من بير حسن. هلا بسأل ليش جيت على الضاحية؟ انا جيت اولا حبيت الفكرة كتير وحبيت شجع. من وين جاي تاخد ورد؟ انا جيت من بيروت، انا كنت شفت البوست على الفيسبوك بتحبها عن جد، فلفتتني الفكرة قلت انه هات لنزل على الضاحية. اليوم بس تاخد هذه الوردة بتقلها لصاحبتك انه انت تحديت الموت؟ تحديت الموت وشفت من الضاحية. راح تحبك أكثر إيه؟ ممكن، ما هذا بيعرف. إلى الحمرة انتقلنا وحملنا السؤال معنا، إذا بتحب عن جد بتنزل جبلة وردة من الضاحية؟ إذا بتحب حدا بتنزل جبلة وردة من الضاحية؟ أكيد أكيد. هالوضع وانفجارات؟ أكيد بنزل، ما بتفرق. لبنان هو لبنان، والحلو بلبنان إنه الحب مغامرة كمان. بتنزل لجوزك بتجيبي له وردة من الضاحية؟ أكيد لا. ليه؟ لأنه ما بسترجع أطلع على الضاحية، بخاف من الانفجارات. ما بتضحك كرمال جوزك؟ لا أكيد لا، لأنه أنا بروح من هون بجيب واحدة تانية أجيب له دزينة ورد. تخاطر بزمن الانفجارات؟ إيه عادي. ليه؟ لأن الحب شيء حلو وجميل، ماكو أحسن منه. من فلاور تاون في الضاحية الجنوبية لبيروت، رامز القاضي، قناة الجديد. لا مطر ولا ثلوج فلا زراعة، ما الحل؟ تحقيق رشا الكرم. أرى عروض الشدي بقاب وتبنش عالدنيا كلها، والشمس بلحظة الغياب وقف الجمعة بمحل. لم يدرك الفنان وائل كفوري أنه بعد 19 عاما على غنائه أغنية معقولة تشتي بقاب أنه قد يضطر إلى غناء معقولة تشتي بشباط وتتلج على الدنيا كلها. ففصل الشتاء ما عاد شتاء، ما أثر في البشر والنبات والمزروعات وتحديدا الشتوية منها، فأين وزارة الزراعة من هذه المشكلة؟ اللي عملناه بالوزارة من 4 سنين لليوم هو أعدنا تنشيط المشروع الأخضر عبر تمويل من عدة جهات لبناء برك جبلية، وبنينا برك جبلية، مش إنه سوف، لا بنينا. أنجزنا بالمشروع الأخضر بناء 15 بركة، وفي شيء 15 بركة حاليا قيد التنفيذ، وفي شيء 20 بركة قيد التلزيم. الزراعات الشتوية أكيد حتتضرر، بس شو نسبة الضرر؟ يعني هلأ إذا رجع شتت الشتاء بشكل جدي، لا ما هو الشعير بيجع بيقلعه. أوكي؟ طيب إذا ما شتت شو هو؟ بدنا نقيم، ساعتها بدنا نعمل كي للمساحات اللي هو أكتر شيء القبح والشعير هلأ بده يتضرر، والزراعات الشتوية. الأشجار المثمرة إذا ما شتت، والزراعات الصيفية إذا ما شتت، هونيك بتكون كارثة كبيرة. نحن أغلب منتوجنا الزراعي هو زراعات صيفية، نأمل أنه هذا يتحسن بمتساقطة. يعني أكانوا الناس عاديين مزارعين أو غيرهم، متوقع الأمطار تبلش تدريجيا مساء يوم الجمعة تستمر يوم السبت، ممكن تكون غزيرة ببعض الأحيان مع بعض العواصف الرعدية، ممكن نشوف برق ورعد، وبتنتهي يوم الأحد. تنين تلاتة أربعة مبدئيا رجعنا على الشمس.
منذ الثالث من شباط لم تروى الأرض، مع العلم أنه في عامي 57 و 58 هطل 400 مليمتر وحسب، كذلك في عام 89 و 90، بينما شهد عام 68 و 69 أعلى معدل أمطار مع تساقط 1450 مليمترا من المياه. فلماذا تختلف هذه النسب بين سنة إلى أخرى؟ عادة المنخفضات بتجي شوي عالية، يعني بينزلوا على مستوى اليونان وقبرص ولبنان، السنة هاي عم ينزلوا كتير على الجنوب، فالشتاء اللي عادة برافقهم بيبقى موجود قدامهم، فلما يكونوا عالين بيجي الشتاء لعنا، لما يكونوا واطيين على الجنوب أكتر عم بيروح الشتاء كان على مصر، على فلسطين، الأردن كله. طيب طالما ما بتشت كتير وطالما منا هالبركة، شو الحل يعني ما... هل مثلا في دعم حيكون على بعض المزروعة؟ هذا موضوع تاني، هذا الموضوع أنا اللي عم بعمله هلأ، عم حضر الملف ارفعه لرئاسة الحكومة لنشوف نحنا شو منقدر نحصل أموال، وكيف بدنا إذا حصلنا الأموال كيف نصرفها على المزارعين المتضررين، ولح ارفعه بأقرب فرصة بس لحتى أعرف الحجم، يعني بدنا نستقر على حجم. كونهم كانون وشباط أو أقله نص شباط لحد هلأ ما مرق فيهم أمطار أو ثلوج كتير، ما بيعني أنه هيدا رح يستمر، بعدها الاحتمالات كلها مفتوحة. بس يعني أكتر شي بيطمن المزارع أنه تقلهم شو؟ صلاة الاستسقاء بكل صراحة. نحنا ما عندنا حل إلا تشتت الدنيا، يعني حتى لو كان في سدود مبنية إذا ما شتت كيف بتعبيها؟ قد تكون الصلاة ملاذ البعض وأملهم بتساقط الأمطار، فحتى الساعة أنعمت السماء على لبنان بنحو 255 مليمترا وحسب في منطقة بيروت، ولكن في انتظار نعمة السماء قد تصل صرخة المزارعين إلى السماء علها تستجيب لهم. رشا الكرم، قناة الجديد. شح مياه نهر الحاصباني ينذر بكارثة تحل بالمزارعين وأصحاب المقاهي. سجل نهر الحاصباني انخفاضا كبيرا في منسوبه وصل إلى أدنى مستوى منذ ثلاثينيات القرن الماضي، أمر ينذر بكارثة على أبناء المنطقة من مزارعين ومستثمري المتنزهات أو المقاهي المنتشرة على ضفافه. صار عمري 60 سنة لحد هلأ، هيدي أول مرة ببين يعني وكأنه بداية جفاف ببين مجرى نهر الحصبيني بهالشكل. قد ما يجي الشتاء هلأ أول شيء رح يكون مؤذي، يمكن رح يعبي الأبار الارتوازية بالأرض والجوفية، بس رح يكون مؤذي بشكل لكل المزارعين ولكل الأشجار المثمري يلي بيعتمد عليها المزارع الحصبيني. الدولة ما كان عندها تنظيم لمنطقتنا، ما في عنا سدود لحتى انه تهدي بحال سنة او سنتين انه تروي بعض الاراضي. نحن بسبب قلة المطر بالفعل بتخوفين على نهر الحصبيني. نهر الحصبيني اليوم اقل من 10% من النبع اللي عم يطلع منه، فنهر الحصبيني مطلوب منه يغذي بلدة حصبية لأكثر من 15,000 نسمة، ومطلوب منه يسقي الشجر على الحصبيني، مطلوب منه يسقي الخضار على الحصبيني. فحقيقة نحن متخوفين كثير كثير انه نهر الحصبيني ما عش يكفي، ومتخوفين انه حصبية تعطش من سبب قلة الأمطار. من جهته الناشط البيئي الدكتور أمين شميس الحمرة أشار إلى أنه على المؤسسات وسكان المنطقة أن تتصرف عن طريق ترشيد استعمال المياه سواء في الزراعة أو في الاستعمال المنزلي أو إعادة تدوير المياه المستعملة سابقا. الأمل في الشهرين القادمين أن نقوم بتعديل جزئي، ولكن حتما لن نتمكن من الوصول إلى المعدل العام الذي يعادل حوالي 1000 مليمتر في حصبية. نحن اليوم أمام 365 مليمتر لتاريخه متساقطات في حصبية. طبقاتنا الجوفية تحمل مياه، فما في خوف من تصحر بالمعنى التصحر، الخوف أن نأتي إلى سنتين متتاليتين أو ثلاث من المتساقطات خفيفة ساعتها ستتأثر. ورأى شميس أنه لا يمكن مواجهة الشح المائي إلا بتدابير وقائية تخفف من استهلاك المياه. دهم 5 مستودعات للأدوية المزورة في مجد العنجر، ووزارة الصحة تؤكد ألا داعي إلى القلق.
أمن المواطنين في كفة وصحتهم في الكفة الأخرى في الآونة الأخيرة. فضمن سلسلة دهم تمكنت اليوم أيضا مديرية أمن الدولة في البقاع برئاسة العميد فادي حداد والمقدم حسين سلمان من دهم 5 مستودعات للأدوية المزورة في بلدة مجد العنجر التي تعود إلى صاحبها نادر زيدان الفلسطيني الجنسية. وقد تمكنت هذه القوى بعد الرصد والتحريات وعمليات الدهم من العثور على كميات كبيرة جدا من الأدوية المزورة وعلى مواد أولية لتصنيع أدوية وهرمونات ومنشطات رياضية وغيرها، وكذلك على معمل للتصنيع وعلى ماكينات تستعمل في تصنيع الأدوية وعلى شعارات وأدوات طباعة تستخدم لدمغات صيدلانية وعلى علب فارغة ومجهزة للتعبئة. وعلى خلفية عمليات الدهم عقد في مصلحة الصحة في زحل مؤتمر صحفي شرح فيه الحاضرون ألا داعي إلى أي قلق على الإطلاق، فالسوق الصيدلاني والدوائي سليم وآمن وأن كل الأمور تحت السيطرة، كاشفة أن الوزارة عبر مصلحة الصيدلة ودائرة التفتيش وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفذ مسحا شاملا لكل الأماكن المشتبه فيها وأن تعاطيها حاسم وحازم. من جهته أشار الرئيس بلدية مجد العنجر سامي العجمي إلى أن البلدة ليست لها علاقة بما جرى من كشف المواد المزورة والفاسدة التي تعود إلى شخص ليس من أبنائها وهو من الفلسطينيين. بعد الفاصل بوتين يرشح السيسي. أهلا من جديد. أكد المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أنه لا يمكن حل قضية الهيئة الانتقالية في سوريا خلال أسبوع، معلنا تأكيد واشنطن وموسكو دعم المفاوضات بين طرفي النزاع السوري في مؤتمر جنيف 2. كلام الإبراهيمي جاء في مؤتمر صحفي مقتضب عقده عقب اجتماعه بنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان. الولايات المتحدة وروسيا وعدتا بالمساعدة في تحريك محادثات السلام المتعثرة بين الجانبين المتحاربين في سوريا، وأكدتا من جديد دعمهما لما نحاول إنجازه، وسيساعدان هنا وفي عاصمتيهما في تحريك الموقف. بالنسبة إلينا، لأننا حتى الآن لم نحظ تقدما يذكر في هذه العملية، لم نبحث لغاية الآن إجراءات جديدة لبناء الثقة بين الطرفين. إن الفشل احتمال قائم وسأبذل ما في وسعي لإحراز التقدم. سوريا تمر بنفق مظلم، نبحث عن نقطة مضيئة في نهايته. بوتين يلتقي السيسي ويدعم ترشحه للرئاسة. في ظل الفتور الذي أصاب العلاقات بين مصر والولايات المتحدة عقب إطاحة حكم الإخوان المسلمين، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي الذي يزور روسيا وأبلغه دعمه لترشحه للرئاسة المصرية على الرغم من عدم ترشح السيسي رسميا للانتخابات المصرية المقبلة. أعرف أنكم قررتم الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، أتمنى لكم باسمي واسم الشعب الروسي النجاح. السيسي كان قد التقى في وقت سابق وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ووزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف وسط أنباء عن صفقة أسلحة محتملة تبرم بين البلدين وتبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، وعن توقيع السيسي مع نظيره الروسي اتفاقية خاصة بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين. وفي الزيارة كان لقاء بين وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف ونظيره المصري نبيل فهمي، حيث أعلن لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع فهمي دعم بلاده مصر وتقديره لموقف النظام المصري من الأزمة السورية، التي أكد أن الحل لها يتمثل في ضمان تسوية سياسية مع وقف العنف وإنجاح الحوار الذي يجري في جنيف، موضحا أنه جرت مناقشة الأزمات في كل من السودان واليمن إلى جانب قضايا أخرى بينها العمل على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. الإمارات تختبر طائرات بلا طيار لخدمة المواطنين. أجرت حكومة دولة الإمارات اختبارات على طائرات بلا طيار لتقديم الخدمات الحكومية التي تخطط لإطلاقها مستقبلاً، وتشمل إيصال الوثائق الحكومية إلى المتعاملين ومراقبة الطرق ومتابعة مشاريع البنية التحتية وتنفيذ المسوحات الجغرافية وغيرها من الخدمات. وتشمل تقنية الطائرات العمودية بلا طيار التي طورت واختبرت في الفترة السابقة أنظمة خاصة بالمتابعة المرئية لمسار الطائرة ونظام تصوير لحظي عالي الوضوح
لمتابعة المشاريع الحكومية، إضافة إلى أنظمة تتعلق بالتثبت من هوية العميل بالبصمة الشخصية قبل تسلمه أي وثائق حكومية خاصة به، إضافة إلى ارتباط الطائرة بتقنية خرائط جوجل لتحديد ومسح المنطقة التي تمر فوقها أو المنازل التي تريد الوصول إليها. الراب دخل ميدان المحجبات في العالم العربي. ينقسم الجمهور الموسيقي في العالم العربي بين مؤيد ورافض لفن غناء الهيب هوب أو الراب، ويراه البعض خارجاً عن ثقافتنا العربية، لاسيما أن هذا النوع من الفن مستورد من فرنسا وأمريكا وجرى تعريبه وتوظيفه بطريقة تناسب القضايا التي يعالجها. إلا أن اللافت في الموضوع الذي أحدث ضجة في العالم العربي هو دخول المرأة المحجبة هذا المربع بعد ظهور مغنية الراب المصرية ميام محمود في برنامج المسابقات Arab Got Talent كاسرة الصورة الجاهزة للمرأة المحجبة. I don't understand the point of war, never did, never formed resolutions, only brought lives to end. Peace. يزداد عدد الفتيات المحجبات اللواتي يدخلن هذا المعترك يوما بعد آخر، وتظهر يوميا فيديوهات فيها عروض لهن. وتعد المغنية الأمريكية من أصل مصري أسماء الأشهر في أمريكا، وهي التي شاركت أيضا في Arab American Got Talent. في خضم هذا الصراع الذي يشهده العالم العربي الذي يؤدي فيه الإسلام المتطرف الدور الأساسي في تشويه صورة الإسلام الصحيحة، تشكل هؤلاء الفتيات شرارة الأمل في كسر سواد الظلام المحيط. وقاحة المسؤولين الإسرائيليين لا توفر حتى رئيس البرلمان الأوروبي فمارتن شولتز الذي يزور إسرائيل وأجهى عاصفة هوجاء بعد كلمة ألقاها في الكنيسة الإسرائيلي دفعت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توبيخه علنا. ودفعت كلمة شولتز أيضا عددا من أعضاء الكنيسة المنتمين إلى أحزاب يمينية متطرفة إلى الانسحاب من الجلسة عندما أشار إلى ما وصفها ببيانات لم يتحقق من صحتها تزعم أن إسرائيل تحرم الفلسطينيين حصة منصفة من المياه في الضفة الغربية المحتلة. وقال شولتز في الكلمة التي ألقاها باللغة الألمانية أن شابا فلسطينيا سأله لماذا يحصل الإسرائيليون على 4 أمثال ما يحصل عليه الفلسطينيون من مياه في الضفة الغربية. وأضاف شولتز لم أتحقق من صحة البيانات لكني أتساءل هل هذا صحيح. وانسحب أعضاء ينتمون إلى حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يطالب بضم مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل من الجلسة غاضبين، وصرخ أحدهم في شولتز قائلا عار عليك. أما الآن فنبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 14 شباط 2014، ونبدأ مع النهار. حكومة سلام في ذكرى 14 شباط الرافعة الحريرية العونية توجت المخاض. الاجتماع الثلاثي في جنيف كان سيئا جدا لكن الإبراهيمي انتزع تمديدا لعملية التفاوض. بوتين يلقي بثقله خلف السيسي متمنيا له الفوز قبل ترشحه رسميا. ننتقل إلى السفير. اعترافات نعيم عباس الضاحية تنجو من يوم دموي. أيها اللبنانيون إنها حكومة الفراغ. الخلافات السورية تترك مهمة الإبراهيمي في العراء. جنيف عراق سياسي أمريكي روسي. بوتين يستقبل السيسي نؤيد ترشحكم. ننتقل إلى الأنوار. هل تحصل الأعجوبة اليوم وتتشكل حكومة سلام؟ بوتين للسيسي ترشحكم للرئاسة المصرية قرار مسؤول. في الديار لهذا اليوم رغم استمرار العقد هل يرفع سلام التشكيلة إلى بعبدة اليوم؟ أرض الجنوب احتضنت جثمان أبو علي. تعاون أمني لبناني فلسطيني دولي أدى إلى الاعتقال. هل تظهر التحقيقات علاقة لنعيم عباس في اغتيال الشهيد بيير أمين الجميل؟ الإبراهيمي أمريكا وروسيا وعدتا بالمساعدة وفك العقد. الجيش سيطر على مرتفعات مزارع ديما المحيطة بيبرود. تمديد وقف إطلاق النار لمواصلة إجلاء محاصري حمص. في المستقبل الإفراج عن الحكومة اليوم. وفي الذكرى 9 ولد زمن العدالة. موقع المستقبل بحلته الجديدة.
في عناوين البناء، مسؤول أمريكي رفيع في الرياض وسلة جديدة لتوزيع الحقائب طائفيا وسياسيا. الجيش السوري يقترب من يبرود فتتحرك التسويات. موسكو تسترد المبادرة في جنيف ومجلس الأمن وتؤيد ترشيح السيسي. روسيا مهتمة بالتعاون العسكري التقني مع مصر. لقاء ثلاثي خيب أمال الحلحلة، وموسكو ترفض الضغط على الوفد السوري. مصر السيسي نحو التطابق مع القيصر الروسي. المعلم يرفض اللقاء الخماسي ويصر على مكافحة الإرهاب. في عناوين اللواء، الحكومة اليوم إلا إذا. تفاهم بين الحريري وعون يحلحل العقد الكبرى، وتنازع أملي عوني على الأشغال. فشل جنيف 2 يحدق بمهمة الإبراهيمي العودة إلى مجلس الأمن. موسكو تدعم مناقشة الإرهاب، والنظام يعتقل الرجال الخارجين من حمص. في عناوين البلد، هل تولد الحكومة قبل سفر بري إلى الكويت اليوم؟ الجولة 2 بلا ثقة. بوتين: مصير الشعب المصري مرتبط بالسيسي. رئيس الوزراء الإيطالي يعلن استقالته. أما في عناوين الجمهورية، الحريري يطل اليوم في ذكرى شهداء 14 شباط وثورة الأرس، ونصر الله الأحد في ذكرى الشهداء القادة. الحكومة أمام ساعات حاسمة. بوتين يدعم السيسي للرئاسة. فخامة الحكومة. ثلاثية تنقذ مفاوضات جنيف. في عناوين الحياة، إحالة باسم يوسف على التحقيق والإخوان يدعون إلى أسبوع تظاهرات. بوتين يدعم ترشح السيسي، قرار مسؤول. التقى كبار المسؤولين في مقدمهم كاري ورايس. محمد بن نايف يبحث في واشنطن الالتزام المشترك في مكافحة الإرهاب. الإبراهيمي: وعد أمريكي روسي بحل العقد. لبنان: تفاؤل بإعلان الحكومة اليوم بعد اتفاق عون والمستقبل. أخيرا، لقاء صعب بين الأمريكيين والروس في جنيف، وواشنطن وموسكو تجددان دعمهما للمبعوث الدولي. الإبراهيمي: نبحث عن نقطة ضوء في نفق مظلم، والفشل دائما أمام أعيننا. 14 أذار: الخلاف انحسر في حقيبة الدفاع. اتفاق بين الحريري وعون يمهد لتشكيل الحكومة. الرئيس الروسي أعرب عن أمله في توسيع التعاون مع مصر عقب الانتخابات. بوتين: اعتزام السيسي الترشح للرئاسة، قرار مسؤول. والآن تذكير بأبرز العناوين. الحكومة على نار حامية، الطاقة دارت نحو التشناق والصراع على الأشغال واسم الداخلية. آل إبراهيمي لا يرى حلا للهيئة الانتقالية في سوريا خلال أسبوع. من سوريا، وتاب مقاتلو الحر توبة نصوحا على يد محافظي حمص. نتمنى من اللي ما بادر يطلع يطلع. نعيم عباس قيد التحقيق، سبحة التوقيفات كرت، فمن التالي؟ بتحب عن جد نزال عحار تحريك وجبلة وردة، والحب مغامرة كمان. ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.